في بند جديد أحدث في الحكومة هي بند ترشيد الطاقة. فنحن اليوم علينا طلبات كثير في الإعلام أنه التوعية في ترشيد الطاقة. فالورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات هي بناء قدرات الإعلاميين وتدريب على كيفية ترويج لترشيد الطاقة. فاليوم بدنا نحاول نضوي على واقع الطاقة بشكل عام وأهمية تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة في هذه المرحلة بالتحديد. وسائل الإعلام دورها كثير مهم بموضوع ترسيخ وتكريس ثقافي أي ثقافي بالمجتمع. فهون عم نحكي عن ترشيد كثقافي سلوكي بدنا نحاول نكرسها في مجتمعنا السوري. وبالتالي وسائل الإعلام وهي دورها يكون ريادي ومهم جدا في تكريس هذه الثقافة في مجتمعنا. حينما نتحدث عن سوريا في ظل الأزمة الحالية تبدو المسألة أكثر خصوصية، لأننا سنواجه إشكالية حقيقية مع الجمهور حينما نتحدث له عن ترشيد الطاقة. أول سخرية حيقول بدي رشد طاقة، ليش في طاقة؟ بدي يحكي على الكهرباء ولا غيره. فهذا يجعل الصحفي أكثر إلزامية بالتعامل مع القضية بخصوصيتها. التمييز الكبير بين فكر التقنين الذي تفرضه الأزمة الحالية وبين فكر الترشيد، أي كيف أتعامل مع الطاقة بفكر راشد.